بالأمس غارة من الطيران الحربي الطيران الأسدي الروسي استهدف منزلنا بغارة ولا نقول إلى ما يرضي ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل ونقول له يا بشار ويا روسيا ويا إيران ويا حزب الله اعلموا أننا صامدون بحمد الله وبفضل الله صامدون بإذن الله تعالى وانتظرونا قادمون إليكم بإذن الله تعالى في القريب العاجل انتظروا